اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في تغطيه جديده هنتابع فيها مع حضراتكم تفاصيل خبر مهم جدا. اعلنت وكاله فوربس الامريكيه عن تقريرها السنوي بقائمه اغنى رجال الاعمال في العالم، واللي مصر كان ليها نصيب كبير في التواجد فيها من خلال ابنائها من رجال الاعمال. والحقيقه ان رجال الاعمال المصريين ناصف ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس كان ليهم ارقام كتير مهمه ضمن التقرير ده، بعد ما أظهرت أرقام وكالة فوربس الأمريكية أن ثروة رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس وصلت ل 8.5 مليار دولار في 9 أبريل 2021. وأشارت فوربس إلى أن ثروته زادت خلال 24 ساعة في اليوم السابق للتداول بالبورصة، وحتى يعني الساعة 5 بتوقيت الولايات المتحدة يعني 11 مساء بتوقيت القاهرة حوالي 58 مليون دولار. وأوضحت أرقام المجلة الأمريكية أن ثروة ناصف ساويرس زادت خلال أزمة كورونا حوالي 3.5 مليار دولار، يعني ثروته في إحصاء المجلة في أبريل 2020 كانت 5 مليار دولار، ووصلت في تقرير أبريل 2021 ل 8.5 مليار دولار. المجلة تحدثت أيضا عن أن ناصف ساويرس هو مستثمر وسليل عائلة مصر الأكثر ثراء، وأغلى ما يملكه هو ما يقرب من 6% من أسهم شركة أديداس لتصنيع الملابس الرياضية. ولفتت المجلة إلى أن ناصف ساويرس تخرج من جامعة شيكاغو وتبرع بمبلغ 24.1 مليون دولار سنة 2019، وده يعني لمساعدة الطلاب المصريين وتمويل برنامج تعليمي تنفيذي. وأشارت المجلة إلى أن شقيق ناصف ساويرس وهو نجيب ساويرس ارتفعت ثروته ل 3.2 مليار دولار في أبريل سنة 2021. وذكرت فوربس أيضا أن نجيب ساويرس كانت ثروته حوالي 3 مليار دولار في 2020، وكانت في المرتبة 956 في قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم والثامن في أفريقيا. وضمت قائمة فوربس السنة دي لأغنى رجال الأعمال في العالم 22 ملياردير عربي مقارنة ب 21 ملياردير السنة اللي فاتت. المصري ناصف ساويرس حاز على المرتبة الأولى بين الأثرياء العرب والمرتبة رقم 297 عالميا بثروة صافية 8.3 مليار دولار، يعني بالمصري كده ثروته وصلت ل 130 مليار جنيه، يعني بزيادة 3.3 مليار دولار عن السنة اللي فاتت. كده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا، لكن لسه مستمرين معاكم طول اليوم بتغطيات جديدة ومتنوعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.